عمان على الصمود، عمان على التحرير، عمان من الكفاح وروم الجراح، جراح أهلها الذين عانوا خلال فترة السنتين من تحرير هذه المدينة، وهي أول مدينة تتحرر على يد أبطال الجيش السوري الحر. إنها ذكرى سنوية ثانية لتحرير هذه المدينة. أمام تمثال حافظ أسد الذي دمر عيادة أبطال هذه المدينة في منتصف الشهر الرابع بدايات الثورة، وهذه الذكرى السنوية الثانية لتحريرها. سنقوم لقاء مع بعض القادة المشرقين والميدانيين وبعض المواطنين لإبداء آرائهم حول ذكرى هذه المدينة المحررة للسنة الثانية. سيادة الرائد علي أيوب، شعورك بمرور السنة الثانية ذكرى السنوية الثانية على تحرير مدينة راسفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية للمعتقلين ولشعبنا الأسير من قبل هذا النظام الفاسد المجرم. الشعور ما بدنا نقول إنه نحن نقول صورة ثورة مباركة بإذن الله، ولكن سنتين ضاقت على الشعب والناس نتيجة الحصار والقصف الذي لا يرضى أن يقف يوما إلا ويعود من جديد أيام وبعنف وبشدة أقصى من التي قبل، والبراميل التي يطورها النظام يوما بعد يوم، والشعب الذي يحرم من الخبز ومن الطعام ومن المعونات ومن أي شيء مقومات الحياة، حتى المياه كل فترة وفترة نجدها متسممة. لذلك الشعور صراحة في شيء من الضيق، وبالنهاية مهما ضاقت علينا ننتظر فرج رب العالمين ورحمته بنا، ولا ننتظر فرج النظام ورحمة الخارج، لذلك ما ننتظر إلا رحمة الله. فهذا هو الشعور صراحة بشكل عام. شو الأمنيات خلال الفترة هاي؟ أمنيتي أول شيء طبعا أمنية كل إنسان حر، كل مواطن شريف في البلد، أول شيء سقوط هذا النظام الفاجر الظالم. والأمنية الأهم من هيك إنه بعد تنتهي هالحرب وترجع تتعمر البلد من أول وجديد، ويرجعوا أطفالي إلى مدارسهم والأطباء والمهندسين وكل شيء، من يعود إلى دائرته إلى عمله، وتكون بلدنا حرة شامخة عزيزة قوية بنظام يحكم بالعدل والتساوي بين جميع أطياف المجتمع. شكرا لك سيادة الرئيس. الحمد لله رب العالمين، تم تحرير مدينة الرستان من سنتين تقريبا، وبأيامها كان العدد قليل ما بيتجاوز تقريبا 200 شاب. يعني كانت العالم تشتغل غير هالأيام هاي كليا، كانت العالم إيد واحدة وقلب واحد، وما كانت قوة الجيش، كان الجيش أساته بقوته، ما كان يعني أي شيء هذا، وكانت العالم تهجم على الموت، ومع العلم كانت ذخيرتنا يعني قليلة من كل الذخائر يعني، وقذائف الأوبجيه كانت كمياتها قليلة جدا. الحمد لله رب العالمين تم تحرير عدة حوادث، منها حاجز مؤسسة الانترميتال، هو المقصود في حاجز قسطة ومفرزة الأمن السياسي، طبعا هاي كان قطاعات تبعنا، وتم الاشتراك كمان كل أكثر شباب الرستان تقريبا بتحرير حاجز فواز النجار، طبعا هذاك سلم الحاجز كان مطوق تطويق كامل وسلم، وبنفس اليوم رب العالمين أكرمنا بتحرير النادى اللي كان الترسانة، ومنطقة عالية جدا يعني، القناص اللي على سطح النادي كان يحكم أبعد شخص بالرستان. الحمد لله رب العالمين تم دحرهم لمدخل الرستان تقريبا، وبعد فترة رب العالمين أكرمنا بتحرير حاجز التمثال اللي معروف يعني حاجز الفرمة، وبعد الحمد لله رب العالمين تم يعني
يعني شبه تحرير كلي للمنطقة مع الاستراد، يعني من يعتبر من تلبيس للرسام نتير مالي لغنطو منطقة شبه خالية يعني إلا من حواجز بالضياع الموالي للنظام أو الشيعية. وبنا عنا كتيبة الهندسة اللي مشى في إشراف كامل على الرستان، وإن شاء الله رب العالمين يكرمنا بتحريرها بإذن الله. 5/2 بيعني لي يوم عظيم جدا لمدينة الرستان. بهذا اليوم طبعا تحررت مدينة الرستان من حواجز نظام الأسدي، كان عددهم تقريبا 36 حاجز، وتعني لي شيء الكثير لأنه قمنا بتحرير حاجز التمثال، شاركنا كمان فيه والله أكرمنا كمان وحررنا للعالم بأسره مين هي مدينة الرستان والأبطال الموجودين بمدينة الرستان. بتمنى من المعارضة يتقوا الله فينا، يتقوا الله بهالشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النقيب حذيفة القاسي، أحد ضباط المشاركين في تحرير مدينة الرستان. تم تحرير مدينة الرستان من حوالي سنتين، بتاريخ اليوم كان آخر يوم من أيام التحرير. كانت أحلى أيام بالنسبة لنا لثوار مدينة الرستان، أحلى أيام هي الأيام هاي. أيامها كان أعدادنا قليلة، كنا نحارب بالشار الحرب الحقيقية اللي كانت هي بهالبارودة ورشاش البي كي سي وقاذف الار بي جي، وكان في نتائج أكثر وكنا قلال وكنا نحب بعضنا، والمحبة هي أساس كل شيء. طبعا دخلنا على مدينة الرستان دخلت رجل واحد، تمت تحرير مدينة الرستان عن طريق محاصرة الحواجز الموجودة بمدينة الرستان، تمت محاصرة جميع الحواجز بشكل كامل. دام العمل على الحواجز حوالي 10 أيام. بهالأيام هاي طبعا كانت في مقاومة من الجيش، حاول الجيش يرجع انه ما يخلينا نسيطر على المدينة. دخلوا علينا بدبابات، دخلوا علينا بعربات بي ام بي، والحمد لله يعني اغلب العربات والدبابات اللي دخلوا علينا فيها طبعا تدمرت، وهي موجوده حاليا لحد الان شاهد عيان للي بده يشوف الدبابات الموجوده واللي دمرناها. البعض منها تدمرت بمداخل مدينه الرستان، غدر الجيش يسحبها، اللي دخلت لجوا ما طلعت، اغلبها تدمرت. دمر معنا حوالي 3 بي ام بيات ودبابتين، هذن اللي ظلن موجودات ضمن مدينه الرستان. بالمرحلة الثانية تحرير الطريق الدولي، الاستراد الدولي الموصول بين حمص وحماة. طبعا بهذيك الفترة تم تدمير أكثر من 5 دبابات، بينات دبابتين 72. طبعا الرستان هي أول مدينة تحررت بسوريا، وهي أول مدينة ثوارها بيقدروا يدمروا دبابتين 72. دبابتين دفعة واحدة دمرنا له اياها، يعني نحن كسرنا له العنجهية تبعه اللي كان يحكي فيها، اللي هي الدبابة تي 72. أول دبابتين بسوريا كلها تدمرت بمدينة الرستان. يعني لله الحمد بعد هذيك الأيام الجيش ما قدر ولا بأي شكل يدخل مدينة الرستان، ومن بعدها تابعنا العمل على تحرير المناطق المحيطة بمدينة الرستان بالأرياف. كانت يعني الجيش تواجدوا فيها قليل، لكن الحمد لله طردناهم واتجهنا باتجاه حمص، واشتغلنا على حمص، اشتغلنا يعني بمناطق مليحة. وحاليا أنا بطلب من كافة الثوار الحقيقيين، وبطلب من الناس الموجودة بالخارج ترجع تدعم الثوار الحقيقيين اللي هن أول ما اشتغلوا بهالبلد. صار في عندنا هلق أعداد كبيرة من الثوار، لكن غثاء كغثاء السيل. نحن وقت اللي فتنا واشتغلنا بحمص وبالرستان وبتلبيسي وبالأرياف اللي حوالينا، اشتغلنا بالبارودة ورشاش البيكسي والقاذف. حاليا صار عندنا سلاح كثير لكن ما في أي نتيجة. بتمنى من الناس ومن الثوار ومن كل مين بده يسمعني يرجع يدعم الثوار الحقيقيين، والثوار الحقيقيين يرجعوا يحبوا بعضهم مشان نرجع ندخل على حمص. أهل حمص بالداخل أمورهم تعبان كثير، بتمنى من الكل نتساعد مع بعضنا وندخل لعند اخواننا بحمص،
ونحررهم من الطاقة اللي هن موجودين فيه. نحن محاصرين وهن محاصرين، لكن بجوز حصارنا نحن أخف من حصارهم. بتمنى من الناس كل اللي قلبه إساته على الثورة وقلبه لله تتساعد مع بعضها، ونحن إن شاء الله من بين هالناس اللي يعني بنتمنى أنه نشتغل باتجاه حمص. 5/2 تاريخ عظيم بمسيرة الثورة السورية، عطى تحوين نوعي في الثورة السورية المسلحة. ابتدأ من مدينة الرسلة من هون، حيث كان هناك أكثر من 36 حاجز في مدينة الرسلة، وكانت عصية في نظر النظام الأسدي أن يدخلوها الثوار من جديد وأن يقوموا بتحريرها. وإجت فكرة تحرير رستان من حماية مظاهرات كان يقوم بها المدنيون، فطلبوا منا أن نأتي لحمايته، وعلى الفور قمنا بتلبية النداء ودخلنا الرستان. استمر دخولنا يومين، بدأت المعارك برشقات متفرقة بيننا وبين حواجز، سواء عند حاجز الصليبة أو عند حاجز العبد الله. خرج علينا بعض الجنود للضرب على المظاهرات، ظنا منهم أنه لا يوجد أي مسلح، فكان المسلحين مختبئون على الأسطح لحماية المظاهرات السلمية تحت. فكان الرد قاسي جدا، أدى لانهيار بعض المعنويات عند هؤلاء الجنود. فكان الاقتحام الأول والتحرير من حاجز الصليبة إلى حاجز الحامض إلى حاجز عبد الله إلى توالت إلى الميتم إلى 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 إلى, إلى النادي، الذي كان يعني ضغط كبير أدى لانسحابه. الهرم تبعه كان هرم النظام، كانت العمليات كلها يعني كنا نحن منقول إنه بدنا نحرر الرسن كلياتها، بده يضل علينا عاصي هذا النادي بسبب البنية التحتية اللي فيه، بسبب الاسمنت المسلح، بسبب عدة شغلات. بس الحمد لله رب العالمين، موقوف رب العالمين كله بإرادة رب العالمين. مهما كنا نحن شجعان، مهما كنا أقوياء، إذا ما في دفع من الله عز وجل ما في تحقيق نصر، ما في. يعني صارت الشغلة بعنفوان، بقوة، بصدق، بإيمان بهذه الثورة، بصدق بمشاعرنا اتجاه الناس، ظنا منا أنهم يعني انظلموا بسبب هذه الثورة اللي قمنا فيها. يعني كان الدود بكل ما أتينا من قوة. سقط منا شهداء نحتسبون عند الله من الشهداء إن شاء الله. وكانت القيادة آنذاك للرائد عبد الرحمن، الرائد أحمد بحبوح، الذي كان هو مدير العمليات كاملا في ذلك الأثناء. كنا عبارة عن مجموعات صغيرة، عبارة عن سرايا، كل سرية متوزعة أو كل سريتين على حاجز لمحاصرته للانقضاض عليه وتحمله. فكان نقل نوعي بتاريخ الثورة السورية، يعني أنه بلد مثل سوريا بأجهزته الأمنية، بجيشه العقائدي، بجيشه الممانع المقاوم لإسرائيل، أنه يتحرر. تحرر مدينة كاملة رستان، 36 حاجز، أغلب المقاتلين اللي كانوا في رستان هن من فوج النخبة، اسمه فوج النخبة الفرقة الرابعة، فوج 3/5 معروف، يعني هدول اسمهم فوج النخبة. كانوا الحمد لله رب العالمين صغراء حقيرين أمام أبطال رستان، كانوا أذلاء. والله الذي لا إله إلا هو، قمنا بأسر العديد منهم. أقسم بالله كان في جعبهم هنا يوجد خبز يابس مكان المخازن، كابين المخازن جبتوا خبز يابس هون عم يقرمك منها عم يأكل. هدول فوج النخبة 3/5، فما بالك من جيش أبو شحاطة اللي باقي جيش. فكانت هذا الحدث نقل نوعي، إنه جايبوا 3/5 ليرهب الرسل، ليسقط الثورة في منطقة حمص. عنده إيمان مطلق إنه لو سقطت الرسل بحمص بالرسل، لو سقطت الثورة بالرسل، سقطت الثورة بحمص، لأنه الخاسرة القوية لحمص المدينة هي الرستا. وهلق استمرار القوة بحمص وبالمنطقة كلها من وراء الرستا، من وراء
الابطال من وراء الشيء اللي قدموه هذا الشعب، هذا الشعب معطاء. يعني فوت انت هلا ما بتفوت على على حاره الرسا الا ما بتلاقي منها مدمر على الاقل، على الاقل 60 70. الرسا دفعت فاتوره كبيره ما حد بقدرها. مظبوط داريه هلا عليها ضغط وبتكون 5 قديمه، بس الحمد لله رب العالمين احنا كنا سباقين لدفع هاي الفاتوره، سباقين لنكون جسر تمشي علينا الاجيال بيأكدوا. يعني أغلب الواقع رسم بيأكدوا هذا الشيء. إنه والله العظيم يا أخي يوم الفتنة على التحرير والله قال لكم سبحانه وتعالى إن شاء رب العالمين يزيدنا ثقة بالله وإيمان. والله الذخيرة اللي فتنا فيها على تحرير رسم والله ما بتحرر حازين، والله حازين من عيد آليات دفاعاتنا ما بتحرر. بس رب العالمين قال لكم الخير، همة الشباب الثوار الحمد لله رب العالمين كانت همة علي سبحان الله يا أخي. يعني شو بتقول لك عن سفيرة؟ سفيرة كانت شيء لا يذكر، كل قدايب سبحان الله. والله يدب الإنسان يقول الله أكبر، يدب الرعب بقلوب عصابة الأسد هذا الجيش بعد. والله الله الله ما تدناهم بسفيرة، والله بسفيرة الشعب أسد ما تدناهم الحمد لله. رب العالمين يكرمنا بتحرير الحاجز، نقوي حالنا بال بالسلاح او بالذخيره او بالمعدات اللي نقتنيها بقلب الحاجز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النقيب عبد الله احمد بحبوح من الضباط المنشقين في مدينه الرسن. بفضل الله والحمد لله تم تحرير مدينه الرسن منذ عامين تاريخ 5/2/2012 بفضل ابطال الرسن الاحرار. تم تحرير الحواجز خلال مده اقصاها اسبوع بفضل الرجال الابطال في مدينه الرسن. تعاوننا مع جميع التشكيلات الموجوده في الرسن، تم حصار الحواجز جميعا بفضل الله، تم تحريرها خلال مده اقصاها اسبوع. وانا احد الناس اللي كنت مشرفين والقائمين على تحرير حاجز الدوله وحاجز الكبريت، والحمد لله تم التحرير. بعد عملية التحرير قام عصابات الأسد بتدمير البلد. يعني هذا بعد نحن قمنا مشان ظلم الشعب الظهر اللي عانوه، طلعوا مشان كلمة الحرية. بعد عملية التحرير من عصابات الأسد لالت الأهالي والمدنيين هذا الدمار الذي تلاحظونه. هذا جزاء الشعب الذي قام من أجل الحرية. وخمس الأبية المحاصرة الآن لا دواء لا طعام لا خبز يدخلونه. بدنا ضغط دولي من الأمم المتحدة، مو إنه يفكوا الحصار عن حمص تطلع الأهالي من دورة، بدنا يفكوا الحصار عن حمص إنه يطلع الأهالي وخبوطه بحريته يطلع يضلوا ساكنين ببيوتهم، مو إنه يخلوا المنازل اللي ساكنينها إلهم عمر ساكنينها يطلعوا منها هلا. بدنا نطلب من القوات الجيش الحر انه تحط ايدها في بعض وتتوحد لكلمه واحده. حاجه الداعمين هم اللي فرقوا الجيش الحر. نطلب من الداعمين توحيد الدعم باتجاه كلمه واحده او مجلس واحد. نطلب منه التوحد وفك الحصار عن حمص. ما بدنا امم متحده ولا اي كان فك الحصار عن حمص. نحن بايدنا قادرين باذن الله فك الحصار. نطلب من الشعب الصبر بإذن الله سننال الحرية حتى لو طالت المدة. بإذن الله الحرية آتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشافي وعافي جرحانا وفك أسرى معتقلينا. أنا عبد الباسط رجب رئيس تنسيقية الثورة بالرسن السابق وعضو الهيئة الإدارية مجلس محافظة حمص الثوري الحالي. بعد الغزو الأسدي الثاني لمدينة رستن وسيطرة القوات الأسدية على هذه المدينة الصامدة الصابرة والاعتداءات اليومية المتكررة على أهلنا في مدينة رستن وأخواتنا في هذه المدينة الغالية، قمنا نحن تنسيقية الثورة آنذاك بالتنسيق مع أخوتنا الثوار المجاهدين وخصوصا منهم الضباط المنشقين عن الجيش الأسدي، ونذكر منهم
الشهداء الرائد عبد الرحمن الشيخ علي، الرائد أحمد بحبوح، الملازم أول أحمد خلف، الملازم أول محمد طلاس، الملازم أول أمجد الحميد، والأخ الشهيد ناصر الحمام طلاس، الأخ الشهيد يوسف المنور الأشتر، إلى آخره من باقي أخوتنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في عملية تحرير الرستر. فأجمعنا آنذاك على أن نفدي أهلنا في مدينة رستن بأرواحنا، ونحاول ما قدرنا الله أن نخلصهم من هذا الظلم والطغيان الذي يتعرضون له يوميا. وكانت بداية عملية تحرير المدينة بتاريخ 28/1/2012، واستمرت هذه العملية لثمانية أيام. قام أخوتنا المجاهدين آنذاك بطرد قوات الأسد الباغية على هذه المدينة وتحرير وتخليص أهلهم من ظلم وبراثن هذه القوات الظالمة. ومن الله علينا بالنصر والفرج بتاريخ 5/2/2012. لذلك هذه الذكرى غالية على قلوبنا، تعني لنا العزة والشموخ والإباء والفخارة والرجولة مما رأيناه من أخوتنا المجاهدين أبناء مدينة الرستن. والحمد لله رب العالمين والشكر له. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد العبيد، رئيس مكتب الحراك الثوري، عضو التنسيقية سابقة، تنسيقية الثورة في الرستن. الرستن بركان الثورة وعرينها، والرستن هي من أول المدن بالمظاهرات السلمية، لكن أبى هذا المستبد الحاكم الظالم إلا أن ينكل بشعبها، والسبب أنهم قاموا ضده. فكان واجب على كل حر حمل السلاح ضد هذا المعتدي بعد أن أبى أن يسمع كلمة الشعب. ومن هنا الرستن رزحت تحت احتلال أسدي من خلال نصب الحواجز في كافة أحيائها وخنق المجتمع والشعب في معيشته وحياته اليومية، حيث أنه كان لا يخرج أحدنا من بعد صلاة العصر من بيته خوفا من القنص أو القتل. لذلك قام الشباب الثوريين في مدينة الرستن بإعداد العدة خارج نطاق الرستن في مزارعها، إعداد العدة والتجهيز لتحرير المدينة الصامدة. وفي 5/2 من الله علينا بالنصر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 5/2 يعني لنا الكثير، الحزن والفرحة، الحزن على رفاقنا الشهداء من بداية الثورة لحد الآن اللي عاصرناهم جميعا الحمد لله رب العالمين، وأنا من أوائل الثوار الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. أذكر من الشهداء الشهيد محمود أيوب أبو سلطان، والشهيد أحمد وردي، والشهيد يوسف المنور، والشهيد أمجد الحميد، والشهيد الرائد أحمد بحبوح، والشهيد أمجد الحميد. شهداء كثير خسرة الرستن، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، ذكرى تحرير مدينة الرستن، أقول لهذه المدينة البطلة الصامدة ولجيشها المغوار هذه القصيدة وهذه الأبيات التي اخترتها عربون وفاء لهم. مشيت على أهام العدا متكاثرا، وأنت صغير أمره متعاظم، كذا الماء نلقاه غديرا، فجدولا فنهرا فبحرا موجه متلاطم. فعدد من الرايات أكثرها هدى ومجدا، وأنت المستنير المصادم. إذا عدت الأعلام في جيش أمة تعد الرعايا تحتها والمحارم،
فما العلم الخفاق إلا علامة وأكباد أهليه عليه تمائم بروحي وأهلي راية عربية لها النصر في سود المعارك باسم إذا ارتفعت فوق الكتيبة رفرفت كما رفرفت فوق الغصون الحمائم لها الهام يوم الحرب والسلم تنحني سنابل مجد رنحتها المياسم حماها النبي المصطفى واستحبها وناسجها جبريل والله راسم أرى أجمل الألوان فيها تجمعت لتجمع أمجادا بنته الأعاظم حرام عليك الحب والطيب والكرى إذا كنت لا تلقى الأيدى وتقايم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 5-2 يعني لنا الكثير، الحزن والفرحة، الحزن على رفاقنا الشهداء من بداية الثورة لحد الآن اللي عاصرناهم جميعا الحمد لله رب العالمين، وأنا من أوائل الثوار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. أذكر من الشهداء الشهيد محمود أيوب أبو سلطان، والشهيد أحمد وردي، والشهيد يوسف المنوير، والشهيد أمجد الحميد، والشهيد الرائد أحمد بحبوح، والشهيد أمجد الحميد. شهداء كثير خسرت الرستم الحمد لله رب العالمين. والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، ذكرى تحرير مدينة الرسن، أقول لهذه المدينة البطلة الصامدة ولجيشها المغوار هذه القصيدة وهذه الأبيات التي اخترتها عربون وفاء لهم. مشيت على هام العدا متكاثرا وأنت صغير أمره متعاظم، كذا الماء نلقاه غديرا فجدولا فنهرا فبحرا موجه متلاطم، فعدد من الرايات أكثرها هدى ومجدا وأنت المستنير المصادم، إذا عدت الأعلام في جيش أمة تعد الرعايا تحتها والمحارم، فما العلم الخفاق إلا علامة وأكباد أهليه عليه تمائم بروحي وأهلي راية عربية لها النصر في سود المعارك باسم، إذا ارتفعت فوق الكتيبة رفرفت كما رفرفت فوق الغصون الحمائم، لها الهام يوم الحرب والسلم تنحني سنابل مجد رنحتها المياسم حماها النبي المصطفى واستحبها وناسجها جبريل والله راسم، أرى أجمل الألوان فيها تجمعت لتجمع أمجادا بنته الأعاظم، حرام عليك الحب والطيب والكرى إذا كنت لا تلقى الأيدى وتقايم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المحامي سعود محمد الديك رئيس المجلس المحلي الثوري في مدينة الرستن. بتاريخ 5/2/2012 تم تحرير مدينة الرستن من الحواجز التابعة للنظام والتي كانت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين في معاشهم اليومي وتعرقل أعمالهم مما تسبب استياء عارم لدى عامة الشعب ودفع هؤلاء المواطنين إلى احتضان الثورة ومساعدة الثوار في تحرير مدينتهم من الشبيحة وأزلام النظام والقضاء على عدد كبير منهم وتدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات التابعة للنظام بأسلحة بسيطة كان الثوار قد اغتنموها من الحواجز التي تم تحريرها، وكان عدد الحواجز أكثر من 36 حاجزاً. منذ ذلك التاريخ تم تشكيل التنسيقية في مدينة الرستن، حيث كانت تقوم بتقديم الخدمات الإغاثية والدوائية للمحتاجين والمهجرين من المدينة. ثم بعد ذلك تم تشكيل المجلس المحلي الثوري في المدينة بمكاتبه المختلفة، وهو يقوم الآن بكافة الخدمات الضرورية وتقديمها للمواطنين ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة، رغم غياب كل الخدمات الضرورية التي كانت تقدم للمدينة من النظام قبل تحرير المدينة.
بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية للثورة من قبل النظام، ونحن مستمرون بطريق الثورة حتى تحرير سوريا كاملة من السلطة الظالمة وإنهاء عهد الاستبداد ونيل حريتنا مهما بلغت التضحيات. وحيث أن مدينتنا منكوبة وبحاجة ماسة إلى كافة أنواع الخدمات، ندعو جميع الهيئات والمنظمات الإغاثية والدولية لمساعدة هذه المدينة التي كانت أول المدن المحررة في سوريا بفضل الله أولاً وبشجاعة ثوارنا الميامين الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم رخيصة في سبيل نيل الحرية المنشودة، إلى إضافة إلى دعم كل المهجرين من سوريا. كما ندعو الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة للاهتمام بهذه المدينة المنكوبة التي حملت راية الحرية بشرف وإباء، وتقديم الدعم اللازم لنتمكن من الاستمرار بطريق الحرية والكرامة رغم تعرض المدينة للقصف العنيف والشديد بكافة أنواع الأسلحة والبراميل المتفجرة. ويقابله صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والإغاثية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمكتب إعلام مدينة الرسلان، شو كان دور الإعلام في تحرير مدينة الرسلان في تاريخ 5/2/2012 للسنة الثانية على التوالي؟ هلا في البداية تاريخ 5/2 هو تاريخ تحرير مدينة الرسلان، تاريخ تحرير مدينة الرسلان يعني تاريخ ولادة مدينة الرسلان. بعد حصار دام 4 أشهر 37 حاجز كان مدينة الرسلان، كانوا بمثابة رعب للأهالي. حتى دخل الجيش الحر قام تحرير المدينة بهذا التاريخ، هو عبارة عن ولادة مدينة الرسلان من أول جديد. بعد قمع 40 سنة نظام الأسد لسوريا كلها، نحن كمدينة الرسلان كأول مدينة محررة بسوريا ونفتخر طبعا بهالشيء. الفضل برجع لأبطال الجيش الحر، لشباب لساتهم مهلق موجودين، وشباب غادرونا من جيش حر، من إعلام، من 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 يعني من كل طوائف المجتمع اللي شاركت بتحرير مدينة الرسلان. بالنسبة لنا هذا تاريخ يعني نعتبره نحن كولادة جديدة، وإن شاء الله بإذن الله نحن مستمرين بهالثورة. هلا نحن كالتاريخ هذا بيعني لنا من جانب الإعلامي، بذكرنا دائما بالشباب الإعلاميين اللي استشهدوا، الشهيد معاوية أيوب، الشهيد أحمد أبو زيد، الشهيد بسين درويش، شهداء كثير، شهداء الإعلام. بالنسبة لنا نحن كاختصاص إعلامي، بالإضافة لشهداء الجيش الحر يعني الأبطال اللي ضحوا بدمهم كرمال تحرير هالبلد وكرمال تحرير سوريا كلها. أيضا نفس السؤال موجه لك أخي أبو مازن. 5/2 كان ولادة ل... 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 لحرية يعني ما بتنوصف، لأنها كانت الحواجز ضاغطة على الشعب ضغط يعني هائل جدا. يعني بعد صلاة العصر ممنوع أي تحرك بالشوارع، يعني كانوا مقطعين البلد تقطيع كامل بالحواجز. يعني نحن ساعة اللي صار هالتحرير ولدنا من جديد ونشال الظلم عنا، ونحن كعالم ما بننسى يعني رفقاتنا بنفس المجال، يعني نتذكرهم بهذا الوقت هن، ويعني حتى يعني المجاهدين ما بننساهم. اما بالنسبة لي بقول كلمة لكل اعلامي حر بثورة سورية وإعلاميين مدينة الرسلان، أنا بحس بإحساس خاص بالنسبة للإعلامي، لأنه كان نظام وأزلمه يتابعوا حركات كل شخص له مجال يعمل الإعلام، مراقبين، مستهدفين، أسماء توصل لعناصر النظام بحيث أنه يكون هالشخص هذا ما وصل صوت الحقيقة وصورة حقيقية للثورة بها المدينة. المدينة الحمد لله تحررت، حواجزها كانت بقدر ما هي صعبة بقدر ما هي كانت سهلة على يد أبطال الجيش السوري الحر. الإعلام كان له دور إيجابي والحمد لله، رغم أنه كثير نحن نتواصل مع شبكات إعلامية وخبروا أنه مدينة الرسلان تحررت، وحتى هنا ما يصدقون.
انه معقول بهالسرعه هاي و بهالقوه هاي وهالجرأه هاي تكون هي اول مدينه وتحررت هي مدينه الرصد.